تحطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، وتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. حطي اللايك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة جاية اوريكم شوية مشتريات جايباهم بالجملة. ليه ما تشتروش من اماكن الجملة عشان توفروا اسعار كتيرة؟ بصوا، لكم ان تتخيلوا ورق الكريشة ده مشكل، الرزمة مشكلة فيها الوان كتيرة، الباكيتة فيها 10 وحدات كريشة الحجم الكبير، سعرها 12 جنيه. شوفوا بقى لما بتروحوا تشتروا فرخ الكريشة الواحد بيبقى بكام. فيعني ليه ما نشتريش الحاجات بالجملة من اماكن الجملة ونوفر؟ دي كده معايا اول حاجة جبتها من مكان الجملة، وهقول لكم على المكان اللي انا جبت منه الحاجات دي. ده اللي هو الفايل ده دستة، سعره 24 جنيه، يعني تخيلوا. بس اخر واحد ده انا كنت شارياه فرضاني عشان كنت عايزة لون مختلف. هي الدستة بتبقى اللون كله موحد، فالدستة ب24 جنيه. لما بنروح نشتري الفايل الواحد من ده بيكون في اماكن بتبيعه ب2.5 جنيه، وفي اماكن بتبيع الواحد الفايل الواحد ب3.25 جنيه. فيعني شايفين الوف دول بقى دستة ب24 جنيه. في بقى كمان الشمع ده، شايفين الشمع ده باكيتة فيها 40 وحدة بكام؟ ب41 جنيه. دلوقتي ده الشمع اللي احنا بنستخدمه في مسدس الشمع لما بنكون عايزين نلزق حاجة، اللي هو العود الواحد بتاع الشمع بتجيبيه من المكتبة سعره بقى غالي جدا، فيه ب2 جنيه وفيه ب3 جنيه، وبيبقى حجمه صغير على حسب الحجم. ده الباكيتة كلها ب40 جنيه. دي بقى باكيتة كاملة قص ولزق، يعني دستة دي تتخيلوا بكام؟ بصوا ده، ادي الكراسة اهي، انا بوريكوا حجم كل ورقة قص ولزق وفيها مجموعة من الالوان. هي الدستة طبعا فيها 12 كراسة قص ولزق، سعرهم 27 جنيه. لو هتشتري كراسة واحدة هتبقى الواحدة سعرها 5 جنيه. فشايفين الوف؟ طبعا الحاجات دي يعني انتم ممكن تستفيدوا بيها، يعني في مشتريات المدرسة بتطلب حاجات فنية كتير يشتغلوا بيها. فتخيلوا بقى يعني كمية الوفر. وبرضو لو عايزين تجيبوهم لأولادكم في البيت عشان يفننوا، او عشان خاطر برضو الحاجات دي بتستخدم الناس اللي بيعملوا قاعدة تدوير. ده بقى فوم، تخيلوا بقى دي سعرها كام. هو الكيس الواحد بيكون جواه 10 فوم من الحجم اللي انتم شايفينه ده، وبيبقى فيه 10 ألوان مختلفة. كل كيس بتكون درجات ألوانه مختلفة عن الكيس التاني. الكيس الواحد اللي هو فيه 10 فوم سعره كام؟ سعره 7 جنيه. تخيلوا 7 جنيه. يعني في أماكن على حسب المنطقة السكنية اللي انت ساكنة فيها بيبيعوا الفوم الواحد ب1.5 جنيه، وفي أماكن بتبيعوا ب2 جنيه. فتخيلوا برضو كم الوفر. دي بقى اللي هي الرزمة بتاعت A4، دي بيبقى جواها 100 ورقة ملونة، سعرها 25 جنيه. بصوا بقى الباكيتة دي فيها فرش، فيها 6 فرش. انا كنت جايباهم عشان استخدمهم استخدام معين مش للتلوين، يعني ده بصراحة مش النوع الغالي، دول ب10 جنيه. فبرضو بس حلوين، يعني 6 فرش ب10 جنيه، يعني تخيلوا يعني تكلفتها كام. انا كنت جايباها عشان استخدمها استخدام معين فلقيتهم وعجبوني، بس برضو ممكن تستخدموه في الالوان. بس انا بصراحة جايبة لولادي من الفرش اللي بتبقى غالية عشان يعني تستحمل. حطي لايك. في بقى كمان اللي هي شايفين الاوهو، اللي هو طبعا اللي بيلزق ب
ده الحجم الكبير اللي هو 35 ملي، ده بيكون تقريبا اكبر حجم في الاوهو. سعره سعر الواحد 20 جنيه، يعني اكيد بقى في اي مكتبة هتكون سعرها اكتر من كده. بس انا ما اشتريتش غير انبوبة واحدة لان انا مش محتاجة اكتر من كده. الصمغ بقى والسلوتيب واللي هو اللاصق الابيض ده كنت برضو شارياهم من اماكن الجملة، بس شارياهم فرداني مش جملة. ده المكان اللي انا اشتريت منه الحاجات دي، سعرها سعر جملة، والمكان ده جميل جدا، في كل حاجة اسعار جملة واسعارها مخفضة جدا زي ما انتم شايفين. انصحكم ان انتم ما تشتروا حاجات اللي هي الحاجات اللي الواحد بيستهلكها كتير لاطفاله او هو بيستهلكها من اماكن الجملة. في شوية بقى مشتريات جبتها كمان من مكتبة سمير وعلي، شايفين ده الورق A4، ده الباكيتة فيها 100 ورقة وزنهم 80 جرام. انا كنت وريتكم باكيتة قبل كده كان سعرها 25 جنيه، كنت جايباها من مكان الجملة، لكن دي جايباها من سمير وعلي لان فيها الالوان بتاعتها بصراحة تحفة وجميلة، فلفتت انتباهي وعجبتني. وفيها يعني مجموعة الوان بحبها قوي فجبتها، دي سعرها 29 جنيه و40 قرش. نفس الخامة بتاعت ورق الرزمة اللي وريتها لكم قبل كده، بس دي فيها مجموعة الوان يعني عجبتني، فده اللي خلاني انا جبتها. وبعدين انا بستخدم ورق A4 كتير. انتم عارفين لما رحت اشتري ورق اللي هو A4 الملون ده من المكتبة، فانا بقول للراجل عايزة ورق ملون A4، لقيته بيقولي عايزة لون ايه. اتاريهم بيبيعوا بالورقة. ورقة ايه يا عم، انا عايزة رزمة. لا احنا بنبيع بالورقة. طب الورقة بكام؟ بجنيه ونص. تخيلوا بقى 100 ورقة بيبيعوا الورقة بجنيه ونص. حط اللايك يا حلو اللي سعر الورقة الواحدة بجنيه ونص. طيب انا اشتريت كمان من مكتبة سمير وعلي ورق زي ورق A4 بالظبط، بس ده اسمه ورق فيبريانو، هو ورق مقوى شوية، بيبقى تخين شوية واقوى. انا مش جايباه عشان اقوى ولا عشان تخين، انا عجبتني الالوان دي. هي الباكيتة بيكون فيها 20 واحدة، سعر الباكيتة 26 جنيه وربع، وبيبقى اللون فيها موحد. وريتكم من شوية على الغلاف بتاع الكيس مجموعة الالوان بالدرجات كلها اللي موجودة بتاعت الفيبريانو، ورق الفيبريانو. بتختاروا بقى اللون اللي انتوا بتحبوه بتشتروا الباكيتة. وزن الباكيتة الواحدة 180 جرام، لان بقول لكم ان الورق ده اتقل واقوى، بس انا ما اشتريتوش عشان اتقل واقوى، لا، لاني كنت عايزه الالوان دي عشان استخدمها في الفيديوهات بتاعت اعاده التدوير. حط لايك. انا نزلت لكم الفيديو ده عشان تستفيدوا من الاسعار. سموه بقى مشتريات مدرسه، مشتريات اعاده تدوير، مشتريات يعني موفره من اماكن الجمله. حبيت اقول لكم ليه ما تشتروش من اماكن الجمله وتوفروا كتير، بدل ما تجيبوا من الحاجة حاجة او اتنين، لا انتوا بتجيبوا بالدستة واوفر بكتير. حطوا لايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حطوا لايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة. Like.